السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت صحيفة يعود أحرنوت الصهيونية عام 2015 عن خيانة الملك الحسن الثاني للقادة العرب خلال القمة العربية عام 1965، مما ساهم في تفوق الجيش الصهيوني على الجيوش العربية عام 1967. في هذه الحلقة سنسلط الضوء عن الدوافع والأسباب وعن المقابل. أهلا بكم في المخبر السياسي. في عام 1965 عقد في العاصمة المغربية الرباط مؤتمر القادة العرب. هذا المؤتمر كان بإلحاح من الملك المغربي آنذاك الحسن الثاني. خلال هذا المؤتمر تمت خيانة الملك الحسن الثاني للقادة العرب، حيث لم يكن يعلم القادة العرب عن وجود اتفاقيات بين المصاد الصهيوني وبين المملكة المغربية، حيث اتفق الملك الحسن الثاني مع الكيان الصهيوني على فتح فرع للمصاد الصهيوني في المغرب. كان الهدف من ذلك التجسس على الدول الأعداء للكيان الصهيوني. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. وحين تم تنظيم هذا المؤتمر كان القادة العرب لا يعلمون بوجود رئيس المصاد الصهيوني في المغرب، بالضبط في الفندق الذي تم عقد فيه اجتماعات خاصة بين القادة العرب لمناقشة القضايا المصيرية، في أولها الحرب على الكيان الصهيوني. وعند توافد القادة العرب على الفندق تراجع الحسن الثاني عن هذه الخطة خوفا من انكشاف أمره، وتم الاتفاق بينه وبين رئيس المصاد الصهيوني آنذاك مائير عميد، وتم إسناد مهمتين للملك المغربي الحسن الثاني، أولهما تسجيل صوتي للاجتماعات السرية بين القادة العرب، والمهمة الثانية إرفاق هذه التسجيلات بالخطابات الرسمية المكتوبة وتسليم تقرير شامل عن الاجتماع الذي دار بين القادة العرب. وكأن الملك حسن الثاني كان يقوم بمهمة استخباراتية لصالح المصاد الصهيوني. طبعا تحدث مائير عميد إلى الجريدة، قال أنه فيه خدمة كبيرة قدمها الملك الحسن الثاني للمصاد. هذه الخدمة تمثل بأنه فضح قدرات الجيوش العربية، مما ساهم بتفوق نفسي واستراتيجي للكيان الصهيوني قبل حرب 1967. ولكن ما هو الدافع وما هو المقابل من المهمة التي قام بها الحسن الثاني لصالح الكيان الصهيوني؟ المقابل كان التخطيط لاغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة. تصفية مهدي بن بركة كانت شبيهة إلى حد كبير بتصفية المعارض السعودي الصحفي جمال خاشقجي، حيث تم التنسيق مع مكتب المصاد الموجود في فرنسا وبالضبط في باريس. هذا التنسيق تم بين السلطات المغربية وبين الكيان الصهيوني. بطبيعة الحال السلطات الفرنسية لم تكن تعلم بوجود هذا التنسيق، وفي يوم 29 أكتوبر من عام 1965 تم البحث عن المعارض المغربي مهدي بن بركة، حيث تم اختطافه وتم التوجه لإحدى حدائق باريس، أين وجد عناصر من المخابرات المغربية والذين دخلوا إلى فرنسا بجوازات سفر مزورة.
تم تسليم المعارض المغربي مهدي بن بركة إلى هذه العناصر والتي قامت باغتياله ودفنه، وقاموا بسكب مادة كيميائية على جثته حصلوا عليها من المصاب. لم يكن الجنرال شارل ديغول على علم بعملية الاغتيال السياسي على الأراضي الفرنسية، ومجرد انكشاف الأمر قام بطرد عناصر جهاز المخابرات الصهيوني وقام بقطع العلاقات مع المغرب. طبعا هذه التفاصيل نشرتها الصحيفة عام 2015، وكان الهدف من ذلك التمهيد للتبرير الذي قامت به الحكومة المغربية بعد التطبيع العلني عام 2020، حيث قال وزير الخارجية المغربي أن العلاقات المغربية الإسرائيلية كانت منذ زمن في إشارة تبريرية من أجل كبح ردة فعل الشعب المغربي. المقابل في ذلك الوقت كان المعارض وأستاذ ملك الحسن الثاني رياضيات في شهادة البكالوريا مهدي بن بركة، والمقابل اليوم هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغرب، لكن بالخفاء هو استهداف مباشر للجزائر. سلام.